معلش انا اسف، انا مضطر اقفل عشان عايز اروح. انت عايز حاجه مهمه؟ عايز اقعد اقول عشان بقالي يومين ما نمتش والجسم تعبنا قوي. طيب تحب يعني اجيب لك حاجه صداع؟ صداع؟ بقول لك بقالي يومين ما نمتش، جسمي واجعني قوي. طيب خلاص انا هجيب لك حاجه للصداع بس اكسترا. اكسترا ايه بس؟ وانت فاكرني ايه؟ فاكرني في عندي لابس جرافطه؟ انا مش فاهم، امال انت عايز ايه بالظبط؟ عايز مهدئ كده منشط بتاع الايام دي. ايوه بس ده هيبقى محتاج لروشتة. روشتي في ايه؟ انت بقى عليك جديد هنا؟ امال فلان الكبير اللي هنا ده؟ يا عم عطيه، يا عم عطيه. دكتور عطيه مش هنا. الله 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 الله، دي اللغه اللي بتنا ولا ايه؟ والله دي اللغه بتاعتي، ولو ما مشيتش دلوقتي انا هطلب البوليس. بوليس؟ طالما بوليس بوليس بقى طب خد. سترك يا رب. سترك يا رب سترك. اطمن، ما تخافش، ان شاء الله سليمه. ما الدكتور طمنا. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. تعال يا حبيبي. حاضر. طمني يا بنت خيي. الحمد لله جرح سطح. ممكن حد يبات معاك ابو رافق يدور لي حاجه؟ اه من حقك، بلاهم في الاداره وهم يعملوا اللازم. كله من الحرس زفت دي، ما قلت لك نتمرن بيع الصيدليه ونروح لحته احسن. مش وقت المهد يا حبيبتي، الكلام ده لنبيت نتكلم فيه بعدين، بس اطمن على ابني. مش اخدلش قرف، خارج اشرب سيجاره بره. الحمد لله على السلامه حبيبي. كده برضه تخدنا عليك يا تامر، أول مرة أكلمك وما تردش عليا. ما تتكلمش، تتكلمش. المهم الحمد لله على سلامتك. أوف. لحقت تشرب سيجارتك؟ ما شربتش سيجارة، ما فيش مكان في المستشفى اللي تقرف دي أشرب فيه سيجارة. بقول يا حبيبي، طب ما تاخد عربيتك وتروح أنت وأنا قاعد جنبه لحد بس أنا أطمن. يا سلام، ما ينفعش، لازم أقعد معاك. اتفضل، في امين شرطه بره عايزك. عايزني انا ولا انت؟ لا مش عايزني انا، عايزك انت عشان المحضر بتاع تاني. انا هقول ايه في المحضر ده؟ وانا ايش عرفني يا راجل؟ يا اختي ايه الخيبه دي؟ سلامتك يا تامر. عطيه عبد الحميد والد المجني عليه؟ ايوه يا سيدي. قال اتفضل معايا السيده على حضرتك عشان تيجي تعمل المحضر في الاسم. حاضر، حسبي الله ونعم الوكيل. حضرتك بتتهم حد في الحاره؟ والله يا ابني ما بتهم ولا بعمل، بقى انتوا مش عارفين الواد اللي ضربه وجري. حضرتك تيجي تكمل محضر في الاسم. طب سيد شكرا. الف سلامة. حسبي الله ونعم الوكيل. ايوه يا سيد، ازيك يا اخويا عامل ايه؟ ايوه هانا، ها عاملين ايه كلكم؟ بخير؟ وحشتني يا سيد. سليمان وعيد كويسين. لا المعافي ما رضاش يجي معايا. هاتي يما. يا بنت استني شويه. انا بعت لك شويه كفته وحبيت مش مع الراجل اللي جاني. هاتي يما والنبي. وصلوا لك يا اخويا. طب الف هنا وشفا. حاضر يا اخويا، خد سعاد معاك اهي. خد يا بنت ابوكي. ايوه يابا، وحشني، عامل ايه؟ الحمد لله بخير. خفف سجاير والنبي يابا شويه. سجاير ايه بقى؟ ده الدنيا هنا ولعه، بطلتها اجباري والله يا بنتي. ما تتاخرش علينا والنبي يابا. وباتصل بينا على تليفون البيت. ما امي دفعت الفاتوره. ماشي يابا، مع السلامه. امي اهي معاك. هاتي يا بت. ايوه يا سيد. بقول لك ايه، انا هبعت لك شيك باسمك تصرفيه بكره ولا بعده، بس بقول لك ايه، اوعي الواد حفظ ياخد خبر. ها اوعي، مش عايزين بقى ننتقل على الراجل. خلوا بالكم من نفسكم. والله والله وحشتوني، وحشتوني. وخلي بالك من العيال، بيغطيهم ها واكليهم لحسن. العيال دي بتسوخ والله لما بتجوع. خلوا بالكم من نفسكم. يلا بالسلامة، ألف سلامة. خلوا بالكم من بعض وسلمي لي على الواد حفظ بالرغم إن هو ما يستاهلش. يلا مع ألف سلامة، مع ألف سلامة. متشكر. ألف ألف شكر. الشكر لله يا عم سيد. شكرين. شكرين. الله يكون السلام ورحمة الله وبركاته. اصحى يا عم، هتقضيها كلها نوم ولا ايه؟ ايه يا نبيل؟ انت فين يا؟ ده انا قالب الدنيا على ايه؟ حلاوته حلاوته. ايه النظافه دي؟ ربك فتح من واسع.
كنت عارف ان هلاقيك هنا يا ابني. انا بقالي اسبوعين بدور عليك، عايزين نتحاسب. انت مش عايز فلوس ولا ايه؟ فلوس ايه؟ بقول لك ربط فتح من واسع. بالراحه يا عم الحاج، احنا ايه مالناش في المصلحه دي ولا ايه؟ تعرف ان انت واد فقري طول عمرك، فاكر اخر مره اتقابلنا فيها؟ فاكر. عبد الله الكلام ده ما طلعش بره. عبد الله كلام ايه اللي يطلع بره يا جدع؟ ده احنا دفنوه وغسلوه سوا. قول بس قول. ما هو ده اللي مريحني، نفسي اقول لحد يا اخي ما اخافش منه. يا عم هو ايه في ايه؟ كلم. فاكر اليوم اللي قفشت عليا فيه وغيرت الورديه وقلت لي ان امك تعبانه؟ ساعتها سبت لي العربيه وخلعت. زميلوني يا معلم، عايزنا نوصله صندوق اسوان. انا في الاول قلقت، ايه اللي في الصندوق ده؟ عرض عليا 5000 جنيه، قلقت اكتر. ايه اللي جوه الصندوق ده؟ يمين شمال فوق لتحت. قال لي عن فيها، طلع عايز يودي تمثال وأبكت منه 1,000,000 جنيه. يا ابن المحظوظة، مليون جنيه؟ أيوه. أنا في الأول خوفت، قلت وأنا مالي يا عم بالموضوع ده، بس حسبتها مع نفسي. قلت يا عم أنا مالي، لو سألوني في الآخر أنا سواق، معايا زبون ومعاه صندوق، يعني أنا هفتش الزباين. صح. تيست واتكلت على الله، وخد عندك يا معلم أسوان 1,000 كيلو. 1,000 كيلو؟ وانا اقول اعداد بيخرف ولا ايه؟ والله صدق رد في نفس اليوم. ساعتها قلت لي عربيه عند الميكانيكي. داري على شمعتك تقيد يا معلم، وبعدين دول 1,000,000 شمعة. خلص وبعدين؟ بس خلصت الماموريه وقبضت الفلوس، حطيتها في البنك باسم مراتي. مراتك مش خايف منها؟ يا عم بقول لك مراتي، واكيد هتطلع عليا احن من الحكومه. مراتي هي الحكومه اصلي. خد عبد الله، خد الباكو ده، انا كنت شايلهولك لحد ما اشوفك. وشفت بقى عبد الله اهو، ده مش حلو. ده هو ايه اللي مش حلو؟ البص اللي انت بصيتها لي دي مش حلوه. يعني انا لما كنتش حكيت لك حكايه المليون جنيه كنت هتبص لي البصه دي؟ يا ساتر يا رب في طبع البني ادمين، يا ساتر. خلاص يا عم انت هتعدد. خلاص انا راضي، وانا الاقيهم. طيب سلام بقى مع نفسك، اهري نفسك شغل ومكاسب كده، ولما تحب تحاسبني تعال لي. ماشي. تعرف في ايه؟ مراتي عدت عليا ورا مشوار. هي فين مراتك دي؟ هي يا عم بقول لك الحكومه بتجيبني من اي حته. سلام. خد يا عم اللص 5 جنيه بس. مالها ال5 جنيه؟ مالها؟ الواد نبيل ده عنده حق فعلا، انت طول عمرك تخسر عربيه ب5 جنيه، ولا لما شفت ال1,000 جنيه اتعفرت؟ سامعني ولا ايه؟ مظبوط. شمعتك تقيد يا معلم، وبعدين دول 1,000,000 شمعة. 1,000,000 جنيه. الباكو ده انا كنت شايله لك لحد ما اشوفك. مساك يا صباح. مالك يا عبد الله؟ مفيش، جسمي همدان شويه. طب تعالى اعمل لك شويه شاي يومي جوه. لا شكرا، سلميني عليها، انا هطلع انام شويه. ازيك يا بنتي عايشة؟ ازيك؟ وحشتيني وحشتيني قوي. أمّا أمّا شوقي هنا يمّا. شوقي؟ شوقي؟ يا حبيبي يا ابني. وحشتيني يا شوقي. وحشتيني قوي. وحشتيني قوي. ايه وقت الغيبة الطويلة دي كلها؟ اخشى عليك يا شوقي. كده برضو؟ مالك يا واد خسس كده ليه؟ ما كنتش بتاكل ولا بتشرب؟ لا يمّا بقى. طب كنت بتصرف منين؟ من الشغل يمّا. شغل ايه؟ تعالى 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 يا اخويا، أبوك مش هنا. عارف يمّا. تعالى اقعد. عارف إنه راح يعزي. ما تمشيش بقى يا شوقي، خليك معانا. معلش يا عشا. معلش هي فترة كده، بس أوعدكم هرجع، هرجع إن شاء الله. بقولك إيه يا شوقي؟ عشان خاطري يا ابني، انزل لأبوك واستسمحه وإن شاء الله هيسامحك، عشان خاطري. لا يا أم، أبويا لو كان عايز يرجعني البيت كان رجعني وأنتِ عارفة.
بس انتوا وحشتوني، قلت اجي اطمن عليكم واسلم عليكم. عامله ايه يا ام؟ احكي لي. وانت كمان يا شوقي وحشنا قوي يا حبيبي. وابوك ما وحشكش؟ انت عارفه يا ام انا بحبه قد ايه. وهو كمان بيحبك قوي. بس هقول ايه، ربنا يهدي الحال يا ابني. طيب انا لازم انزل قبل ما يطب. خليك يا شوقي ما تمشيش. امسك يا ام، امسك، خلي الفلوس دي معاك. لا يا حبيبي انا مش عايزه منك حاجه. يا ام دي فلوس شغلي. خليهم لك يا حبيبي، وبعدين ابوك لو سالني هيقول لي جبت الفلوس دي منين، اقول له ايه؟ طول عمرك بتخافي منه يا ام. يا ابني مش بخاف منه ولا حاجه، مش برضه هو ابوك. ادعي لي. رايح فين؟ ادعي لي يا ام، لازم امشي. شوف وشك بخير. اقصى عليك يا شوقي. سلام يا عيشه. ولا حسبني تاني يا شوقي. اقصى عليك يا شوقي، اقعد معانا يا حبيبي عشان خاطر ربنا يهديك. ادعي لي يا ام، ادعي لي. ربنا يهديك يا حبيبي. شوقي يا شوقي، اقصى عليك يا شوقي. يا رب يا رب نجيه وفي شر الطريق يا رب. يا رب يكفيك شر المستخبي في علم الغيب يا شوقي يا ابني يا رب. مين الفند اللي بيسفر لها ده؟ تلاقيه صايع من سايق الحارة. لا، السفارة دي قديمة وأنا فاكرها وأنت عارفاها. أنت جيت أنت من شوية كده، قلت أعدي على أمي أسلم عليها وأشوفها قبل ما أبويا يرجع البيت ويعمل مشكلة. من مرة كنت عايز أطمن عليك. أنت قصد تخليني أعيط صح؟ شفتي بقى؟ شفتي بقى أنت بتحوري الكلام توديه على فين؟ طب يعني يا شوقي لو انا كنت وحشتك مش تقولها لي؟ طيب ماشي يا سيدي، وحشتي. يلا 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 مسكي. لا يا شوقي انا مش عايزه منك حاجه يا اخويا، كفايه انك انت بتسال علي. اخبار الصياعه ايه؟ اسال يا اخويا وانا احلف لك على المصحف ان انا ما بخرجش من الاوضه. بلاش اسال دي، مسكي. مادام ما بتخرجيش الأوضة سكي سكي، خليهم معاكي. وحمادي، حمادي بقى وتلمي، ولو عوزتي أي حاجة أنا رقبتي سدادة، كلميني. أنا همشي. طب يا أخويا هشوفك تاني إمتى؟ قريب، بس ادعيلي ادعيلي، أبويا قلبه يحن عليا ويرجعني البيت عشان أنا تعبان تعبان قوي. يا رب يا أخويا يحن قلبه عليك. همشي، خلي بالك على نفسك. أنا وافي على شوقي بس يطلبها. يا رب يا أخويا يا رب. ما تتخضيش يا نبيلة، هاتي لي مية من جوه لو سمحتي. تعالي نقعد على جنب. مي بقالها يومين ثلاثة بتسأل عليكي وأنا مفهمها إنك مسافرة. تعالي اقعدي. أنا مش فاهمة حاجة. أنا مفهمة حبيبتي، خدي أختك وروحي العبوا هناك. يلا يا حبيبي بسرعة. أنت عارفة اللي في سن مي ما كانش يسمح نقول لها إنها لقيتك، ومفهمينها دايما ان باباها مسافر. وكلمه الام هي مش حاسه بفقدانها قوي، لانها بتقول لك يا ماما وبتقول يا ماما، يعني احتياجها للام متوفر والحمد لله والبركه فيكي. هو حد قال لها حاجه؟ لا يا حبيبتي، كل البنات هنا مش حاسين انهم في بيوتهم وانهم بيتعاملوا معامله خاصه، مش قادرين يصدقوا فقدهم للبيت الاصلي. بس سنه ورا سنه وشويه شويه بيفهموا، وهي الدنيا بتعدي بركه ربنا بقى. تقولي ايه؟ لو حضرتك مش عايزاني اجي هنا انا هعمل كده. مش ده قصدي من اللي انا بقوله لك،
دي مي طفلة حساسة ومحتاجة رعايتك وحنانك، عشان كده أنا عايزاكي ما تتأخريش عليها تاني. ماما ليلى، ماما ليلى. أهي مي جاهزة أهي. يا حبيبتي يا حبيبتي، وحشتيني وحشتيني قوي 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 قوي. سافرتي ليه يا ماما؟ معلش يا حبيبتي كان عندي شغل. قولي لي انت عامله ايه يا عفريتة؟ كويسه يا حبيبتي. تعالي اقعدي. شوف انا جايبه لك ايه. بصي دبدوبه حلوه. بس انا زعلانه منك. زعلانه مني انا ليه؟ مش انت قلتي لما تيجي مسافره لبابا هتاخدي معاكي الجواب؟ حقك علي، انا مسافره تاني، اكتبي له جواب وانا حدهوله. وتجيبي لي صوره منه؟ وهجيب لك صوره بس تكون كبيره. حاضر، هتكون كبيره. وانا معاه في الصوره؟ لا مش عارفه بقى، ممكن الاقي صوره بس ما تكونيش معاه فيها. خلاص لو ما فيش خلاص الصوره لوحده. قولي لي يا مي، انت مش مبسوطه هنا في الدار؟ مبسوطه. طب ليه بتفكري في حكايه بابا دي؟ اصل نفسي اشوفه ولو مره واحده بس. ايوه حبيبتي، بس هو مش هيقدر يجي، اصل عنده شغل، شغل كتير قوي. طب اشوفه في الصوره. حاضر يا مي، هجيب لك الصورة. أنا ماشية بقى، مش عاوزة حاجة؟ لا. طب مفيش حضن لمامي ليلى؟ لا في. حبيبتي يا حبيبتي، بحبك قوي يا ماما. أنا كمان. واخبار عادل ايه؟ مش بيتصل؟ لا بيتصل ولا بيبعت. يا نادي اعمل لي بلزك شاي. لا 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 اقعدي يا نادي، لسه شارب والله قبل ما اجي لكم. تبقى جاي من على القهوه. لا يا حماتي انا بطلت اقعد على القهوه دلوقتي. بركه، ما انت زعق لك نبي، انت كنت بتقوم من عليها ليل ولا نهار. الله يحزك يا حماتي، كنت عاوزك في موضوع كده يا مقدس. بص بقى يا سيدي، كل ركاب القطر اهاليهم رفع قواضي تعويض، واحنا كمان لازم نرفع قضيه. يا ابني بس مين عنده وقت يرفع قواضي ولا يجري ورا محاكم؟ احمد ربنا هنجيبه. ليه يابا؟ ده حقنا. وافق انت وصبح هيمشي في القضيه. والمحامي صاحبي لا هياخد ابيض ولا اسود. تعويض ده مضمون يا صبحي؟ طبعا يابا، المحاكم بيقعدوا فيها سنين واخر المتم بياخدوا ملاليم. لا يا حماتي ده كان زمان، دلوقتي القضيه مستعجله، يعني سنه بالكتير ونصرف التعويض. يا ريت يا ابني، بس معقوله المحامي ما ياخدش فلوس؟ معقوله دي؟ هياخد بس نسبه صغيره كده بعد ما نكسب القضيه. والنسبه دي كام يا صبحي؟ 10%. انت مالك يا اخويا الدوده الجاهزه كده؟ انت مفكر في الموضوع ومدبر له قبل ما تجيلنا. طب والعف كده يا حماتي؟ مالك ياما، مش حقنا؟ امال مين غيره هيجري شمال ويمين؟ احنا بقى عندنا رجاله. ايوه ايوه، لجح على ابوك يا بنت الصرمه، ما انا خلاص اتكسحت. ما تقصدش يا عم الشباب، ده انت الخير والبركه برضه، احنا بس نصرف التعويض. بيقول لك نصرف بقى واحد مننا. طب والمسيح الحي، الموضوع ده فيه ايه؟ اسمع يا صبحي، احنا لا عايزين لا تعويض ولا دياوله. انا برضه قلت كده، خير ان تعمل شر ان تلقى. ما تقدرش تعمل معانا شر يا ابن المواضيع. مالك ياما، الراجل شايف لنا خير. وما شافش الخير ده قبل كده ليه يا حبيبتي؟ ما شافوش الا لما الراجل رجليه راحت ليه؟ ما كان منعك تيجي بيت امك وانتي سمعتي كلامه. هو اللي غيره الفلوس اللي هينصصها مع المحامي الحرامي اللي هو جاي. وعيب يا سعديه، ما تقوليش كده. انا ماشي. اقعد انت كمان يا صبحي. انا بس كنت جاي اطمن عليك واقول لكم على قضيه التعويض. ده مالكم انتوا احرار. استنى يا صبحي انا جايه معاك. لا ما يصحش يا نادية، خليكي معاهم، دول اهلك برضو، يمكن يحتاجوا حاجه ولا كده. مش هوصيكي بقى. في ايه ياما؟ انت قرشه ملحيته كده ليه؟ ده صبحي اتغير قوي. اتغير عشان الفلوس يا حبه عين امك. مش يمكن ربنا هداها سعديه؟ هو نكره؟ هو نكره؟ يا اختي خليه يرفع القضيه، روحي اجري وراه، وادي دقنا اهي، لو جه من ورا جوزك اي خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا حضرتك براعي الحياة في كل درس بقوله، وعمري ما اتكلمت في السياسة حتى سألوا عم أنور. عم أنور؟ عم أنور؟ الله، هو راح فين؟ أنت خدت عم أنور ولا إيه؟ خدنا مين؟ أنت خايف ليه كده؟ أنت عملت حاجة غلط؟ عمري والحمد لله رب العالمين. أنا كل ما في المسألة إني بحب أكلم الناس عن مشاكلهم والحاجات اللي بتلهيهم عن الدنيا، بس مش أكتر من كده. أصل أنا غاوي خطابة من وأنا في تانية ابتدائي، وأنا إن شاء الله بأم أهل حارتنا في الصلاة وبخطب فيهم محبة لوجه الله تعالى. أنا فوزي إبراهيم من قناة الدين الحياة، أكيد بتفرج عليها في التلفزيون. أنا عمري والحمد لله ما دخلت التلفزيون ده بيتي. دي قناة دينية بتنشر أسلوب المعاملات الإنسانية معتمد على القرآن والسنة. هو مش حضرتك كنت بتسجل لي درس قبل كده؟ أيوة، وعرضته على مجلس الإدارة، والمجلس وافق إنك تدخل في اختبارات مذيع البرامج، وفرصتك كبيرة قوي في النجاح. يعني لو نجحت هطلع في التلفزيون؟ هتعد برنامج وتذيعه، ده لو إن شاء الله نجحت في الاختبار. حظ الله، الله الغني. أنا مش موافق يا سيدي. روح حضرتك قول لمجلس الإدارة بتاعك رعاية الله جمعا إن شاء الله، قول لهم الأستاذ تمام عمره ما دخل التلفزيون في بيته، إزاي أطلع في هذا الجهاز المخرب المفسد للعقول؟ يا عم تمام أنت فاهم غلط، التلفزيون ده زي أي حاجة ربنا أنعم بيها علينا، استخدمناه بقى غلط أو صح هو ده المهم. وبعدين أنا بقولك دي قناة دينية، أنت حر. أنا شايف إن دي فرصة 100 واحد أكتر منك اتمسك بدينه ويتمناها. سلام عليكم. بتدوري على ايه عندك يا ليلى؟ صورة البابا. وايه اللي فكرت بيها دلوقتي؟ اهي. فهميني بقى انت عايزه تعملي بيها ايه؟ مي هتموت وتشوف ابوها، قلت اجيب لها صورة البابا واديها لها على انه صورة ابوها. ايه الكلام ده؟ وفريدي طلبت انها تشوفه. ما احنا مفهمينها ان هو مسافر، تهدى بس وشويه كده نفهمها ان هو مات. هنعمل ايه بس يا ماما؟ ده كلام فاضي، ما تقولوا لها على طول وتريحوا بالكم. ما ينفعش يا ماما، دي لسه عيله صغيره. يعني هم كل العيال اللي في الملاجئ مفهمينهم ان ابوهم مسافر؟ كل ملجأ بقى يا ماما وله نظام. وبعدين دي مي يا ماما، ده احنا اللي مسميينها واحنا اللي وديناها الملجأ. انت دبستي روحك في البت دي ومش هتعرفي تخلعيها من نفوخك. صعبانه عليا قوي يا ماما، اتولدت وترمت في الزباله وعاشت طفولتها من غير ام ولا اب ولا عيله. عايزانا بسهوله كده يا ماما مفهمه ان هم ماتوا. خلاص خلاص اعملي اللي انت عاوزاه، انت حره. ايوه ايوه اللي بتخبط. ازيك يا زينب؟ صلاة تسلم يا اخوي. الله، ما فتحش بالمفتاح ليه؟ المفتاح ما المفتاح في جيبي فعلا. يلا معلش نسيت، واحد دماغه مقلوبة. من جهة مقلوبة فهي مقلوبة، انت اليومين دول مش طبيعي خالص. طب ده حتى كل مرة بتقولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أول مرة تدخل وتقولي ازيك يا زينب. مالك يا اخويا في ايه؟ عندك حق زينب، فاكرة الراجل اللي كلمتك عنه؟ الراجل اللي كان سجل لي الدرس. اي اخويا فاكراه. جالك تاني؟ ايوه جالي تاني النهاردة، وقعد اتكلم معايا في الجامعة. وغشتيني. طب عاوز ايه؟ عاوز حاجة ما كانتش تخطر على بالي ابدا، انت نفسك لو عرفتيها مش هتصدقي. الله يا حاج وغشتيني، قول. قال ايه يا ستي؟ عاوزنا اشتغل في التلفزيون. تشتغل في التلفزيون؟ تشتغل ايه؟ هشتغل ايه في التلفزيون يا زينب؟ اريال؟ لا حول ولا قوة الا بالله. عاوزني ادي شوية دروس دينية من اللي انا بقولهم في الجامع. يا الف نهار ابيض، احمدك واشكرك يا رب. طب ده هتبقى كده بقى ليلة القدر فتحت لنا، لو كنت بعرف ازغرك كنت زغرت. تزغرتي؟ صبطوا عليك يا بعيد، انت اتخبطت في مخك يا زينب، ومين قالك اني موافق اصلا؟ الله، وانت رفضت ليه؟
ترفض انك تدي دروس؟ ايوه طبعا لازم ارفض. بيقول لك التلفزيون، انا اطلع في التلفزيون يا زينب؟ انا اطلع في المحطات اللي كلها فوضى وقله ادب وقله حياه. لو انت مالك ومال الفوضى وقله الحياه دي؟ ما كل واحد في حاله يا اخوي. وبعدين انت مش بتدي دروس في الجامع؟ البيوت اللي حواليك ما يعلم بيها الا ربنا، انت عارف ايه اللي بيحصل فيها؟ اسكتي اسكتي بقى يا زينب. الاختراع ده انا مش حبه اساسا، هشتغل فيه ازاي يا ناس؟ يا اخوي انت مش هتقول كلام ربنا، انت مالك ومال الغلط؟ لا حول ولا قوه الا بالله. كلام ربنا اقوله في الجامع، كلام ربنا اقوله للناس اللي عارفه ربنا فعلا، مش الناس اللي تايهه من الفرجه على الرقص والغنى وقله الحياه وقله الخشه. بالعكس بقى يا اخويا، مش هيبقى فيه مذيع وانت معاه، انت على كرسي وهو على كرسي. طب بقول لك ايه بقى، الناس اللي في الجامع فاهمين كلام ربنا كويس، اللي محتاجين الناس التايهه اللي انت بتقول عليهم فيها ايه بقى؟ بعدين يا اخويا بقى انت حر، فكر كويس وعلى مهلك، ماليش دعوه. طب قوم يا زينب، روح اعملي لي فنجان قهوه. حاضر. يلا روح. حاضر يا اخويا، حاضر حاضر. طب بقول لك ايه، طب ما تعمل كده يا اخويا استخاره، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يبين لك وانت طالع كده في التلفزيون وبتقول دروس للناس. روح يا زينب. يلا. حاضر. تلفزيون؟ انا اطلع في التلفزيون وبعدين ادخل التلفزيون بيتي؟ اعوذ بالله من غضب الله. لا لا لا، مش ممكن اعمل كده. لا لا ابدا ابدا. بقولك ايه يا اخوي، اعملك القهوه في فنجان ولا في كوبايه؟ اسكتي يا زينب وما تفتحيش معايا الموضوع ده تاني، فاهم ولا لا؟ انا بقولك اهو. استغفر الله العظيم. ثانية واحدة يا اختي. فتحي فتحي قومي يا راجل، معايا بره متهاني. قوم ادخلي يا اختي ادخلي. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيك يا فتحي؟ تعالي يا اختي اقعدي. ازيك يا متهاني؟ وازاي يا عم خميس؟ الحمد لله الحمد لله. اهو التلفزيون اهو، والله ما بنتفرج عليه، العيال بس بهدلوه شوية لكن صورته قشطه. اهو يا اختي اي حاجه نتفرج عليها انا وعمك خميس، بدل ما بوزنا في بوز بعض كده طول النهار. عمك خميس يتفرج على التلفزيون ازاي؟ اهو يسمع نشره اخبار ولا تمثيليه، بالك ربنا خد من عينيه وحط في ودينه بيسمع دبه النمله. بس بصي بقى يا اختي، انا كنت جايبها قسط على 1000، شوفي انت بقى. لا يا اختي انا ما معيش غير 200، هديهم لك وهديكي فوقيهم 100 لما نقبض المعاش. شويه يا متهاني ولا يا فتحي؟ ام متهاني بتاعتنا مش هندق معاها. الف مبروك يا متهاني. الله يبارك فيك يا اخويا، تسلم. اهو ال 200 اهو، وهبعت عيل من الحاره يشيله. فوتكوا بعافيه بقى. الله يعافيكي، لكن بقول لك ايه، مش عايزه حد من الحاره يسمع الخبر ده. عيب يا سناء، ما كلنا بنزني يا اختي، بكره بيعوا. سلام عليكم. كلمينا على عم خميس. حاضر. ايه يا فتحي، زعلان عشان بعدنا التلفزيون؟ ولا زعلان ولا حاجه، عشان العيال تذاكر. المهم انت ما تزعليش. هزعل على ايه ولا على ايه بقى؟ بكره ربنا يفرجها من واسع. المهم انا بكره لازم اروح مدرسه العيال عشان ادفع المصاريف، لانهم مش عايزين يطلعوا النتيجه لما ادفع الفلوس. عرفت. منى بنت يا منى، وبعدين مالك كده يا اختي؟ من ساعه ما استجنتي يا اختي ما بتنطقيش، وسايباني كده وقاعده سكتم بكتم، ما تقولي حاجه. قرفانه يا بيسا؟ قرفانه. قرفانه من ايه بس؟ دي هي سنه واحده. منه لله. ايوه مين بقى ده اللي منه لله؟ اللي كان السبب هيكون مين يعني؟ بص يا نور عيني، انا السجن علمني حاجه واحده بس، اني ما امنش لاي مخلوق مهما كان. عامل ايه بس؟ عادي يسبلي يلا في الاخر سلمني بايده. ومين سمعك يا حبيبتي؟ ما هم الرجاله كلهم كده. بالك ما انا برضه جوز اللي حبسني، امال هيكون مين؟ بس انا هسيبه ابدا، وغلاوتك عندي ما اسيبه ابدا. ان ما نيمته في بطاس ما بقاش انا بيسه. عندك عيال منه؟ عندي 2 يا حبيبتي، والاتنين في الأحداث.
اصل احنا اسره مفككه بعيده عنك. يا لهو عليك. يا اختي اضحكي اضحكي، محدش واخد منها حاجه يا منى، هما يومين بنقضيهم يا بره الساكن يا جوه الساكن. طب نام نام بقى، يلا نام. مين هيجيله نوم؟ ادينا قاعدين. اضربها صح يا اخوي. ما تخافيش يا حاج. طيب. برن معاك يا حاج. هات يا اخوي. اه هذول جماعه حمصيه. الو.